الرحيم. أنا المسمى خالد دقاق، مرافق للمرضى بدار خير تتم الليل. إنني نشدت صاحب جلالة عبر التواصل الاجتماعي عدة مرات للوقوف على الاختلاسات وسوء التسيير بمؤسسة، وعند التحاق جميع الصحف، لا أريد ذكر أسمائها، تأكد ما صرحت به حقيقة، والشعب المغربي أكد بأن ما يقع بدار الخير فهو حقيقة رغم تكذيب الإدارة لذلك. وإن يوم الجمعة تم نقلي على متن سيارة صيانة من نوع أسود بدعوى أن قائد المقاطعة يريد مقابلتي، وعند الطريق وردتني شكوك بأنني سأتعرض لأي مكروه لأنني سبق وأن اعتدوا علي، وقمت بتحرير محضر البركة الملكي والنيابة العامة. والآن يرن هاتفي كل ليلة من أرقام مجهولة تنذرني وتحذرني بأنني سأتعرض للمكروه، مما أثار خوفي. والآن أعيش في حالة لا يرتلى من الخوف، وأقول للمسؤولين إن فكرتم في يوم من الأيام الاعتداء علي سأكون في حالة دفاع عن النفس، أكون في حالة دفاع عن النفس التي أعطاها لي المشرع المغربي. وأحذركم مرة أخرى بأنكم لن تنالوا مني شيئا، لأنني كشفتكم إلى الرأي العام وإلى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، الذي أطالبه وألتمس منه كملك البلاد وحامل الملة والدين بأن يقوم بحمايتي، أن يحميني من الظالمين الذين استولوا على هذه المؤسسة، همهم الوحيد هو جمع الأموال وليس رعاية المستفيدين. أقول لكم مرة أخرى أي الشعب المغربي وجميع الحقوقيين، أن تساندوا هؤلاء الضعفاء والشيوخ.